كلما كان الخدمة اللي احنا بنقدمها هاي عالية، وبالتالي بيكون تكلفة الخدمة هذه بدون مالك. تمام. طيب أيضا في عندنا هنا تكلفة زمن الانتظار، تكون جاية بالشكل هذا، هذا الكوست أو الويتنج كوست بنسميها ويتنج كوست. تمام. طبعا كلما كانت الخدمة حقك رديئة، تمام، كلما كان احتمال انصراف الزبائن تكون كثير، صح ولا لا؟ وبالتالي الخسارة عليك تكون كبيرة، صح؟ بينما إذا كان مستوى الخدمة الذي حتى تقدم أنت راقية، تمام، بالتالي عدد الزبائن المنصرفين بيكون ماله؟ بيكون قليل، وبالتالي يعني احنا هنا بنقول ويتنج كوست، هذه اللي هي خسارة الفرصة الضائعة بالنسبة لك. في هذه هنا الأصعب في التقدير لهذه الويتنج كوست. تمام؟ انه كلما هرب منك انت ما انتش قادر تحدد كم بالضبط كم الزبائن اللي بينصرفوا من عندك اذا كان مستوى الخدمه نبيل، وبالتاكيد بينصرفوا، لكن كم بينصرفوا وبالمقابل اذا انصرف مثلا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، كم المبالغ الماليه اللي انت كان ممكن انك تربح منهم وما ربحتش؟ هذه خساره الفرصه الضائعه. بينما اذا كان مستوى الخدمه حقك راقيه، تمام، تقدمها، بالتالي احتمال انصراف الزبائن بيكون قليل. تمام ولا لا؟ وبالتالي يعني تنخفض معك الويتنج كوست. طيب حاصل جمعهم هذول، هذه التكاليف، تكاليف الخدمه المقدمه وتكاليف الويتنج كوست هذه اللي هي الفرص الضائعه، جمعهم بيكون كذا جاي تقريبا، صح ولا لا؟ انت بتجمعهم. هنا عند نقطه التقاطع هذه بيكون عندك المينيمم، هذا اللي هو الاوبتيمال ليفل. تمام؟ تمام. سلبس ليه؟ والتكلفة حقه بتكون هنا مرتبطة هذه التكلفة، هذه التكلفة، هذا اللي يتم ايش، هذا المحل، هذا التوتال كوست، التوتال كوست. اذا انا لابد ما اعمل ايش، توازن كذا، بالانس بينهم، حتى انه مش معقول ان انا ارفع مستوى الخدمه الى حد عالي جدا، وبالتالي شوف اذا رفعت، كلما رفعت الان الى مستوى الخدمه اعلى، شوف التوتال كوست مالك ترتفع، صح ولا لا؟ التوتال كوست ترتفع، اذا ماله؟ شوف كيف؟ ارتفعت، اذا انت عندك كمان جانب اقتصادي هنا، هل الناس قادرين على تكلفه الخدمه هذه؟ كلما ارتفع ثمنك تعمل الحاجه بالشيء المعقول كده. الاوبتيمال، الحل المثالي يعني. تمام. طيب في عندنا حقيقة يعني في بلادنا بالذات يعني غريبة، اليمنيين وين ما كانوا مثلا بيستثمروا اغلب استثماراتهم بتكون بالجانب ايش؟ بجانب الخدمات، يعني المطاعم والكذا، صح ولا لا؟ تشوف بالخليج مثلا معظم اصحاب المطاعم بالسعودية بالامارات بكذا، نعم، يمنيين. طيب هنا معظمهم على فكرة ممكن تحسبهم منتعس. احيانا هنا في تعز تكون بحاجه انك تروح الى مكان كذا محترم واسعاره في متناول المواطن العادي. تمام. تحلم هنا مثلا في صنعاء حصل كثيره، مطاعم كثيره ومحترمه وكذا ومعقوله، يعني انك تروح مثلا تاكل لك الوجبه 3 ب 4000 ريال وحاجه بمطعم محترم، ولا تروح انت وصاحبك تروح تشرب شاهي ولا تشرب قهوه كذا ممكن تشرب ب 500 ريال، صح ولا لا؟ شيء معقول في متناول. هنا تروح لك يعني تروح لبوفيا خدمة رديئة جدا واسعار غالية لا تتناسب مع مستوى الخدمة اللي يقدمها. انا متقبل ان انا ادفع ثمن خدمة، يعني ثمن الخدمة اللي انا بقدر انها معقولة، يعني اذا كان يعني بوفية راقية كذا ما عندي مانع ان اشرب الشاي ب 200 ولا 300 ريال، لكن تدخلنا الى بوفية يعني رمة القلص يغسل لك كوب البالدي كذا وخرجه، صح ولا لا؟ ويجي يقول لك ب 100 ريال ولا، شوف انه حاجة مش طبيعية، صح ولا لا؟ يعني شوف زي بالهند يعني. تمام. ايش تحصل في اماكن راقيه؟ وسعره، وفي اماكن رخيصه، هذه حق البالدي وكذا، لكن كمان بسعره ورخيصه جدا. عندنا شيء غريب للامانه. فعندنا هنا ما فيش التوفير يعني، وهذه المشاريع هل تعتقد انه تحتاج الى راس مال عالي؟ ما تحتاجش الى راس مال عالي، تحتاج الى انسان عنده شويه ذوق. ولا اعتقد ال 500,000 المليون ممكن يعمل له يعني بوفيه حاجه، يعني حاجه محترمه كذا.
شيء معقول، صح ولا لا شباب؟ تمام. طيب نبدأ نتعرف على النظام الصف الواحد لمركز واحد للخدمة اللي هو M على M على واحد. تمام. نبدأ نتعرف على هذا النظام M على M على واحد. تمام. إيش يعني هذا قلنا؟ إنه معدل الوصول بيتم وفقا لتوزيع بويسون، ومعدل الخدمة بيتم وفقا لتوزيع عند أسي، وعدد العمال عدد اللي بيقدم الخدمة واحد. سيرفر واحد. تمام. طيب. هناك نظريات يعني او فرضيات وضعت هنا، هناك مجموعه من العلاقات التي يمكن تطبيقها على نظام الصف الواحد بمركز واحد للخدمه، ولكن قبل التعرف على تلك العلاقات يجب الاشاره الى انه لا يمكن تطبيقها الا اذا توفرت الفرضيات التاليه: صف واحد للانتظار، تمام، مش عده صفوف، طبعا هو صف واحد لانه مركز الخدمه واحد. وصول الزبائن للنظام يتم حسب توزيع بويسون، ومعدل الخدمة يتم حسب التوزيع الأسي، ونظام الخدمة يتم بموجب قاعدة الفيفو First in First out، ومعدل الخدمة يجب أن يكون أكبر من معدل الوصول، يعني الميو أكبر من اللمدة. ما لم قلنا شو بيتكون عندك صف طابوري لا نهائي، ما تقدر تتحكم بالطابور هذا، يعني سيظل طول الطابور ال اللينث اوف كيوب بيكون يعني كلما زاد الوقت كلما كان طوله اكبر واكبر. هذه العلاقات هي العلاقات السبع اللي ذكرناها هنا مقاييس الاداء. تمام. البي اوف زيرو بيساوي واحد ماينس الرو. تمام. البي اوف زيرو يعني ايش يعني تقصد البي اوف زيرو؟ احتمال عدم وجود اي زبون بالمحل، يعني احتمال ان يكون العامل ماله فاضي او متوقف عن العمل. تمام. اذا هذا بيكون واحد ما ننسى الرو هذا بنسميها اليوتيليزيشن فاكتور. الرو هذا بنسميها اليوتيليزيشن فاكتور، يعني انشغال العامل، انشغال العامل. تمام شباب. حيث الرو هذه بتساوي اللمدا معدل الوصول على ميو على معدل الخدمه. الاتيليزيشن فاكتور يساوي لامدا اوفر ميو. تمام. طيب وش بنقصد هذا بالاتيليزيشن فاكتور؟ هو يعني نسبه الزمن اللي بيكون فيه العامل مشغول، انشغاليه العامل ببساطه. تمام. احتمال انشغال العامل، اذا احتمال انشغال العامل مثلا 70%، تمام؟ ترى انشغال العامل مشغول بايش؟ مش مشغول بمكالمه تليفونيه، لا مشغول مع خدمه الزبائن، تمام ولا لا؟ اذا احتمال انه يكون هذا فاضي يكون واحد لا بس 70%، يعني 30%، صح ولا لا؟ بديل. تمام؟ طيب بشوف المقياس الثاني. تمام، عرفت لك الرو هنا اليوتيليزيشن فاكتور. المقياس اللي بعده اللي هو احتمال وجود اكس من الزبائن في النظام، قلت لك اكس هذه تحددها انت، تخليها 3 4 5 على حسب قدرتك على يعني على الصبر يعني. فمثلا فالبي اوف اكس بيساوي الرو اوف اكس اللي هو اللمدا اوفر ميو تو ذا باور اوف اكس مضروب في الواحد ناقصها الرو ناقص اللمدا على الميو. تمام شباب؟ ولا واحد في البي اوف زيرو، صح ولا لا شباب؟ تمام. البي اوف اكس احتمال عدم وجود اكس من الزبائن في النظام بيساوي ها الرو اوف اكس في البي اوف زيرو. تمام ولا لا؟ طيب الرو اوف اكس هذه اللي هو الرو اللي على اللمدا على اليو، هذه الرو اوس اكس. البي اوف زيرو قلنا هي بتساوي الواحد ناقص رو اللي هي اللمدا على ال. تمام. انا بقول كذا لانه في احيانا كتب بتعمل كذا وكتب بتعمل كذا ونفس الكلام. تمام. طيب المقياس اللي بعده ال بيساوي ال اللي نقصد فيه متوسط عدد الزبائن في النظام او طول الطابور كذا في النظام كله مع اللي شو مع اللي داخل الخدمه.
بيساوي هذا اللمدا على الميو ناقص اللمدا. تمام؟ هذه يعني مقاييس سهله انك تتذكر هنا ان شاء الله. تمام؟ طيب انا بكتب لكم السبعه هذه لانه هذه نشتكم تتذكروها للاسف، يعني قليل ما هوش كثير اللي تتذكروه. اما لو قلت لكم تتذكروا العلاقات كامله فعددها ما لا يقل عن 42 علاقه. لا الحين قلنا حاجه بسيطه بس. بالنسبه لهذا النظام، بالنسبه للنظام حقا هذا اللي هو ام على ام على واحد. تمام؟ تتذكري هذه العلاقات اللي هو الواحد اللي هو الرو اللمدا على الميو، اثنين الال هذه ضروري تتذكره، اللمدا على الميو ناقص اللمدا، الثلاثه اللي هو الال يساوي اللمدا ناقص في الدبليو. تمام؟ والسته رقم اربعه الال كيو يساوي اللمدا في الدبليو كيو. طيب خمسة دبليو تساوي دبليو كيو بلس واحد على ميو، علاقة بديهية يعني. شوف حتى شوف هنا لما اقول لك دبليو هذا دخول زمني متوسط زمن الانتظار في النظام يساوي متوسط زمن الانتظار في الطابور زائد متوسط زمن الانتظار في الخدمة، صح ولا لا؟ هذا متوسط زمن الانتظار في الخدمة يكون واحد على ميو، واحد على ميو. احنا قلنا ميو هذا شيء معدل الخدمة. تمام؟ فلما انا اقول لك انه معدل الخدمة، معدل الخدمة لنقول مثلا ثلاثة زبائن في الدقيقة. ثلاثة زبائن في الدقيقة، إذا خدمة الزبون الواحد كم هي؟ مقلوبة صح ولا لا؟ إذا مقلوبة هذا هو زمان أنا شو؟ زمان الخدمة مقلوب معدل ليش؟ معدل الخدمة. هذه ببساطة شوف نقول عليها كيو دبليو اس، يعني شو؟ زمن الانتظار في الخدمة نفسها، وأنت تحت الخدمة يعني. تمام؟ طيب ويبقى لنا البي اوف اكس اللي هو هذا الرقم 6، هذه العلاقة رقم 6 بي اوف اكس. البي اوف اكس. تمام؟ بس معلش اشرح لك حاجة ثانية. شوف انت اذا كان عندك، هذا بيكون معطي عندك وهذا بيكون معطي عندك. تمام؟ انت الان بامكانك تحسب الباقي كله. تمام؟ شوف تحسب الباقي الال تقدر تحسبه طالما عندك اللمدا والميو، عندك الال خلاص الباقي. تمام؟ اذا بيكون عندك الال تستطيع انك تحسب هنا الدبليو، صح؟ الدبليو يساوي ال على اللمدا. تمام ولا لا؟ طيب من هنا تستطيع انك تحسب الدبليو كيو لانك الدبليو قد حسبته، اذا بتحسب هذا. تمام؟ اشترك هنا تحسب ال كيو كله هذا. اذا عندك هذا وهذا تقدر تحسب الباقي كامل، كل المقاييس الاداء، كل مقاييس الاداء. هي الزبله هذه الطريقه اللي شو قلت لك زبله، انه في عندك قوانين ضروري انك تتذكرها. احنا ما ذكرنا ما دخلناش في اشتقاقاتهم، بعدين بتحول الى محاضره احصائيه يعني كذا. تمام ولا لا؟ طيب غير كذا، نقول لك انه بنيت هذه العلاقات الرياضيه وفقا لفرضيات، قد تتحقق هذه الفرضيات وقد لا تتحقق. بينما بالسيموليشن انت بتاخذ من الواقع، انت ما تاخذ يعني انت تشوف ما هو واقعك وبتطبقه على ما هو واقع فعلا، وبالتالي النتائج الناتجه عن السيموليشن تكون اكثر من موثوقيه من هذه. طيب خلينا ناخذ مثال ونطبق عليه الكلام هذا. إذا علمت أن معدل وصول الزبائن إلى مطعم الوجبات السريعة حقا هذا كان بيتبع توزيع بويزن بمعدل 30 زبون في الساعة. 30 زبون في الساعة. ومعدل الخدمة يتبع توزيع الأسي بواقع 40 زبون في الساعة. وأن هناك عامل واحد في الصف، عامل واحد وصف واحد في هذا المطعم، فقم بدراسة هذا النظام. تمام؟ إذا تعال نشوف.
لاحظ هنا انه عندي كم معدل الوصول الزبائن كم هو؟ 30 زبون بالساعه 30 كاستمر بالطبع تمام ومعدل الخدمه 40 زبون بالساعه كاستمر بالطبع تمام ولا لا؟ طيب شوفوا شغله ايضا هنا انه ضروري كلنا لما يكون عندي انه اليو اكبر من اللمده اليو اكبر من اللمده والا ماشي اللي بيحصل عندك انه يتكون لك صف طابور طويل مره ما تقدر يعني ما فيش داعي انك تحصل الكلام هذا لانه خلاص الطابور يضل يكبر مع الوقت تمام شباب اذا تعال اللي يحصل اول اليوتيزيشن فاكتور من الانشغال العامل نسبه الانشغال العامل كم تكون؟ 30 على 40 يعني 75% يعني 75% من وقت العمل يكون العامل حقك مشغول تمام يعني انت بتستفيد منه استفاده قصوى تمام طيب شوف ال ال هذا من واحد اثنين كم ال ال قلنا متوسط عدد الافراد المؤمنين في النظام تمام بيساوي المبنى على لمدة اذا عندك اللمدة اصلا بتساوي 30 هنا بيكون 10 اذا بيساوي 3 كسر تمام متوسط عدد الافراد عدد الزبائن الموجودين في النظام 3 اشوف انه معقول يعني تمام طيب يبقى لي عندي احسب استطيع الثلاثه هنا الثلاثة بيقول لي انه متوسط عدد الزبائن في النظام يساوي اللمدة معدل الوصول في متوسط زمن الانتظار في النظام. أنا عندي ال وعندي اللمدة، إذا الدبليو هنا متوسط زمن الانتظار في النظام، استطيع أحسبه الآن ولا اللي هو بيساوي ال على لمدة، وهذا بيساوي ال اللي هو ثلاثة على لمدة 30 يعني بيساوي 10 ساعة 10 أور يعني 6 صح لا؟ هذا متوسط الزمن اللي بيقضيه الزبون في النظام ما بين منتظرا في الطابور ومتقدما ومتلقيا للخدمة تمام لا؟ طيب كم الزمن الإشباري؟ كم الـ LQ طول الطابور؟ 4 الـ LQ بحتاج عشان احسب ال LQ الى اللمدة في ال W في ال WQ لكن انا لسه ما عندي دبليو خلينا ننتقل اللي بعده تمام مش مشكله شوف هيك ال W بيساوي دبليو كيو زائد 1/100 زائد 1/100 طيب انا عندي ال W وعندي نيو استطيع احسب ال W ولا لا؟ دبليو كيو هذا زمن الانتظار في الطابور في الطابور مش في النظام في الطابور اذا من هنا ال دبليو كيو بتساوي ال دبليو ماينس 1/100 ال دبليو 1/10 انا كم كان ال دبليو 1/10 ولا لا؟ ناقص 1/100 1/40 شوفوا شباب 1/10 ممكن على كده اذا هذا بتساوي على 40 4 ناقص 1 3 على 40 3 على 40 ساعة ساعة تحول إلى دقائق وانظر في كم؟ في 60 إذا 180 على 40 18 على 4 9 يعني 4 4 ونص إذا 4.5 minutes تمام إذا الزمن اللي يقضيه الزبون في النظام كله 6 دقائق في الطابور 4 دقائق 4 دقائق ونص وللخدمة كم؟ دقيقة ونص دقيقة ونص للخدمة تمام يا شباب؟ طيب اذا ال LQ ها الان ممكن احسبها ال LQ تساوي اللمدة اللي هي 30 في ال WQ اللي هي 3 على 40 وهذه تساوي 90 على 4 9 على 4 2 وربع 2 وربع ايش هو هذا؟ حسب ال LQ تمام الاي كيو عدد الزبائن المنتظرين في الطابور يعني 2.25 تقريبا المتوسط تمام تقريبا الى 2 شيلها في الاول تمام من الاول اها اللي بدون